كما مشاهدينا الكرام إلى تطورات حالة الطقس، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء حالة عدم استقرار، حيث يشهد انخفاض بالحرارة ليسود طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً، قد يصاحبها حبات البرد على محافظات السواحل الشمالية على السلوم ومطروح والأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والعريش، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري على الغربية والمنوفية والشرقية. أمطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أمطار خفيفة على شمال الصعيد. كما يتكون اليوم الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانتي كاترين مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. ننتقل مع حضراتكم لدرجات الحرارة في البداية من القاهرة طبعا، وهي الصغرى 6 والعظمى 12، وفي اسكندرية الصغرى 9 والعظمى 13، أما في مطروح الصغرى 7 والعظمى 12، وفي بورسعيد الصغرى 7 والعظمى 13. من مطروح بننتقل لشرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 18، أما في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 18، وفي الأقصر الصغرى 6 والعظمى 18، وفي أسوان الصغرى 7 والعظمى 18. تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة صباح الخير على حضرتك، وطبعا محتاجين نعرف حالة الجو النهاردة تبقى إزاي. صباح الخير على حضرتك استاذه شيماء، وصباح الخير كمان على كل الساده المشاهدين. احنا بالفعل اليوم هنشهد ذروه التقلبات الجويه وذروه انخفاضات درجات الحراره، ده طبعا بسبب تاثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض، يتزامن مع وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط هيعملوا على حاله التقلبات الجويه. يمكن يكون اهم عنصر فيها اليوم هو الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه. توقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون 12 درجة مئوية خلال فترة النهار، خلال فترة الليل هتوصل من 5 ل 6 درجات، فطبعا الطقس هيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل كمان، واللي بيتكون من خلال الصقيع خلال فترة الليل والصباح الباكر على المزروعات في المناطق الموجودة في وسط سيناء شمال الصعيد، لان درجات الحراره تنخفض لاقل من 5 درجات. ايضا تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، لان درجه الحراره هناك هتنخفض لثلاثه تحت الصفر. العنصر الثاني والمهم كمان معانا هو تساقط الامطار. احنا شهدنا خلال الساعات الاولى من الصباح بالفعل تساقط امطار على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه، ايضا القاهره الكبرى المنوفيه، امطار متفرقه. فاحنا اليوم متوقعين طبعا سقوط امطار من متوسطه الى غزيره، وهتكون رعديه احيانا، يتساقط كمان معها حبات البرد على كل المناطق المطله على البحر المتوسط شمال الدلتا، مرورا بمطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، بورسعيد، رفح، العريش. طبعا كمان الامطار هتمتد امطار خفيفه المتوسطه على القاهره الكبرى، كمان بعض المناطق من سيناء ومدن القناه ومناطق من جنوب الوجه البحري. طبعا زي ما بنقول دايما الامطار بتبقى من منطقه للثانيه مختلفه وتكون على فترات متقطعه، كمان الامطار هتمتد خفيفه لبعض المناطق من شمال الصعيد. العنصر الثالث كمان معنا هو نشاط الرياح، سرعات الرياح هتكون طبعا ما بين ال 40 وال 50 كيلو متر في الساعه، فده هيزود احساسنا بانخفاضات درجات الحراره، يخلينا نحس ال 12 درجه اللي احنا متوقعينها اليوم لو كانت 10 او 9 درجات، لان هو بيزود احساسنا ببروده الطقس، كمان هيؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط. طبعا هي احنا بنقول الذروه اليوم، وهي يعني ابرد يوم هيكون النهارده، لكن متوقعين ان شاء الله من غدا تبدا الحاله الجويه تعتدل، تعود تاني لانخفاضات الامطار، تنحصر فقط على سواحلنا الشماليه وبعض المناطق من شمال الوجه البحري. الحراره ان شاء الله هيبدا فيها اعتدال نوعا ما عن اليوم، فهتكون العظمى غدا 15 درجه على القاهره الكبرى باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك.